الصيفية وعندكم وقت كتير، أنا عايز أكلمكم النهاردة عن أهمية الوقت وأنواعه. في ناس ما بيحسوش بقيمة الوقت وبيضيعوه، بل حتى يقول أريد وسيلة لقتل الوقت أو لقضاء الوقت، وينسوا إن الوقت ده جزء من حياتهم. اللي بيضيع الوقت بيضيع جزء من حياته، واللي ما يشعرش بقيمة الوقت يبقى مش شاعر بقيمة حياته. من ضمن أهمية الوقت وخطورته إن الوقت الذي يمضي لا يعود مرة أخرى، كأن جزء من حياتك انتهى خلاص وضاع منك. الوقت ده يحسب لك أو يحسب عليك، ممكن يكون لفايدتك وممكن يكون لضررك على حسب استخدام الوقت. ياريت تحترم وقتك وتخليه لفايدتك من كل ناحية. يعني الوقت يصلح للبناء ويصلح للهدم، يصلح لنفعك ويصلح لضررك. واللي مفروض ربنا اداك الوقت عشان ايه؟ لمنفعتك ومنفعة غيرك. ربنا اداك الوقت لمنفعتك ومنفعة غيرك، وجايز انت بسوء الاستخدام تضر نفسك وتضر غيرك من جهة الوقت. ما اجمل قول الرسول: مفتدين الوقت لان الايام شريرة. خلي بالكم الوقت عجيب، ان واحد تلاقي وقته رخيص وواحد تاني تلاقي وقته غالي جدا. طبعا اللي وقته رخيص حياته كلها رخيصة، واللي وقته غالي حياته ثمينة. جايز إنسان يقضي معاك دقائق، الدقائق دي تغير حياتك لو كان هو العامل الإيجابي، أو يقضي معاك دقائق تغير حياته هو على حسب تأثيرك أنت فيه. فما مدى تأثرك أو تأثيرك بالنسبة للوقت؟ جايز إنسان يقعد معك وقت يديك نصيحة كويسة تفيدك في حياتك، جايز يديك دعوة لكنيسة لخدمة تفيدك في حياتك، جايز يكلمك عن مشروع نافع يفيدك في حياتك، جايز في الوقت ده يقولك كلمة حكمة أو خبرة روحية تفيدك في حياتك، وتشعر إن الوقت اللي انت قضيته معاه كان وقت ممتع ليك ونافع ومفيد. أنا فاكر زمان لما كنت شاب قبل الرهبنة، وكنت بزور الأستاذ حبيب جرجس الله ينيح نفسه، كان معايا نوتة ولازم في قعدتي معاه أخد جملة مفيدة، نصيحة طيبة، مبدأ روحي، واكتبه في النوتة بتاعتي. ياريت تعمل كده مع بعض الناس الكويسين اللي ممكن يفيدوك في حياتك. الوقت عند بعض الناس له قيمته جدا، يعني خد مثلا جراح كبير، كل دقيقة ليها حساب عنده، كل دقيقة ليها حساب عنده، وكل وقت بيكسب منه مكاسب كبيرة. إنسان سياسي كل دقيقة ليها حساب عنده، مخترع من المخترعين كل دقيقة ليها حساب عنده،
وقت نافع مفيد. طالب مثلا قبل الامتحان بأسبوع، كل دقيقة لها حساب، لها 1000 حساب، لها قيمة. آباء اعتراف مهمين، كل دقيقة لها حساب. ساعات تلاقي طابور طويل واقف بينتظرهم، عايز أي دقيقة من أب اعتراف مش لاقيها، ليها أهميتها. إنسان يكون نافع في حل مشاكل الآخرين، كل دقيقة لها حساب. هل وقتكم من هذا النوع؟ شوف، في بعض الناس أوقاتهم مثمرة جدا جدا، تأتي بثمر كبير. خدوا مثل لكده حياتي وحنا المعمدان، كل خدمته كان يمكن سنة واحدة أو سنة وشوية، استطاع فيها أن يقدم لله شعبا مستعدا، استطاع يجذب آلاف من الناس، جماهير، إلى التوبة، لأن كل دقيقة من حياته كانت مثمرة، مثمرة لربنا. بولس الرسول كل دقيقة من حياته كان لها ثمر وليها نفع، استطاع يبشر من أورشليم لحد أنطاكيا، لحد آسيا الصغرى، لبلاد اليونان، لروما. كل دقيقة كان لها نفع، وكان يستطيع يجذب بيها ناس لربنا. وقته وقت مثمر، لدرجة حتى الوقت اللي كان ليه في السجن كان وقت مثمر. وقته في السجن وهو مسجون كان مثمر. كثير من رسائله كتبها وهو في السجن، زي رسالته إلى أفسس مثلا، يقول أكتب إليكم أنا الأسير في الرب، أسير يعني مسجون. وبعض أوقات في السجن كانت جميلة من نوع تاني، كانت أوقات مقدسة، كان بيقضيها في تسابيح، وكان الناس يسمعوا تسابيحه وهو في السجن. من أكثر الأوقات المثمرة، أو لعل أكثر الأوقات ثمراً في العهد الجديد، كانت 3 ساعات اللي قضاها المسيح على الصليب. 3 ساعات قضاها على الصليب، أعطى فيها الخلاص للعالم كله، وأعطى فيها الوعد بالفردوس للص اليمين، وأعطى بها المغفرة لصالبيه، وأعطى يوحنا الحبيب بركة العذراء في بيته، وأعطى العذراء ابنا روحيا هو يوحنا الحبيب. أوقات مثمرة جدا، نفس الوقت اللي قضاه اللص مع المسيح على الصليب كان مثمر لخلاصه. دقائق بسيطة يمكن كانت سبب في أخذ الوعد بالفردوس. في ناس تلاقي دقائق من حياتهم ليها منفعة كبيرة جدا جدا. يعني مثلا كام دقيقة قضاها ماري مرقس مع أنيانوس الذي صار خليفة له، استطاع بها ان هو يخلص نفسه ويجذبه للإيمان ويجعله فيما بعد أول خليفة ليه. في أوقات تلاقي لها عمق خاص، لها عمق خاص، بل لها مركز كبير جدا في التاريخ.
زي مثلا الوقت اللي تقابل فيه شاول الطرسوسي مع المسيح، وقت له عمقه، تحول به شاول الطرسوسي من مضطهد للكنيسة إلى أعظم رسول من رسل المسيحية. أوقات لها قيمتها. خدوا مثلا دقائق بسيطة أو جزء بسيط تقابل فيه في لبس مع الخاص الحبشي، مجرد سمعه بيقرأ شوية في أشعية فقعد يفسر ليه لغاية لما خلص نفسه وأدخله إلى الإيمان وعمده ومضى في طريقه فرحا. ليه انت ما تكونش بالشكل ده؟ ليه ما يكونش انسان يقابلك في الطريق كما تقابل الخصي مع فيلبس، وتقول له كلمتين يكونوا سبب في تغيير حياته الى افضل؟ ده الكلام ده لو وقتك ليه قيمته وله عمقه وله تأثيره وتقدر تقضيه فيما هو نافع. وقت بسيط قضاه بولس الرسول مع سجان فيلبي، قادوا للإيمان وأخذوا وعمدوا هو وكل أهل بيته. دي أوقات ليها قيمتها. كنا نشعر أن هؤلاء الآباء، وإحنا بنعيد عيد الرسل دلوقتي ونفتكرهم، إن حياتهم مثمرة لله، كل دقيقة من حياتهم لها قيمتها. واحد في السجن يخلص واحد وعيلة بحالها، واحد وهو ماشي في السكة يدخل إنسان للإيمان ويعمده، وقت مثمر ونافع لربنا، كل دقيقة لها قيمتها. خدوا مثلا عظة زي عظة القديس بطرس في يوم البنتكوستي، كانت سبب لإيمان 3000 واحد. وقت له قيمته، بيستغل الوقت لمنفعة الناس ولخلاص أنفسهم. خدوا مثلا الوقت اللي قضاه السيد المسيح مع زكى العشار، كانت نتيجته قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، مجرد لقفه الجميز قال له تعال أنا عايزك، لازم أمكس الليلة دي في بيت. وقت له ثمر. الوقت اللي قضاه المسيح مع نيقوديموس، كلموا عن المعمودية وعن الميلاد من الماء والروح، كلموا على كلام كتير كويس وكلام لاهوتي، وكلموا عن الفداء. وقت مثمر. في ناس بيقضوا وقتهم فيما يضيع حياتهم خالص. من ألذ الأوقات الوقت اللي قضته القديسة مريم العذراء مع أليصابات، وقت كله بركة، وقت بيعمل فيه الروح القدس، وقت عمل حتى فيه في الجنين اللي في بطنها، في بطن أليصابات، وقت فيه تسبحة مريم العذراء. في أوقات كده تلاقي أوقات لقاء القديسين مع بعض وقت مفيد. كويس ان الكتاب سجل لنا بعض من هذا المثال، وتاريخ الكنيسة ورانا بعض من هذا المثال. زي الوقت اللي تقابل فيه القديس الأنبا أنطونيوس مع القديس الأنبا بولا، وإيه اللي حصل بينهم من حديث،
زي الوقت اللي قضاه القديس زوسيمة مع مريم القبطية، وقت تلاقي ليه البركة بتاعته وله عمقه وله فائدته وله ثمره، له عمق خاص. الأوقات اللي قضاها الآباء في البرية زي أنبا بنطلمس، زي أنبا بولا، زي الآباء السواح، زي الآباء المتوحدين، أوقات كلها دسم روحي، كلها دسم روحي، كل دقيقة منها مع ربنا في حياة مثمرة لطيفة. إن كانت أمثلة الأنبا أنطونوس والسواح أمثلة عالية، خد مثلا الوقت الذي قضاه الابن الضال في محاسبته لنفسه وشعوره بسوء حالته وتفكيره في التوبة، كان وقت سمين وله عمق وله فايدته. الوقت اللي قضاه القديس أغسطينوس في قراءة سيرة الأنبا أنطونوس، حياة الأنبا أنطونوس اللي كتبها أثناسيوس الرسولي فيتا أنطوني، كان ليها تأثير كبير، بياخد وقت وبيستفيد. كل كلمة بيقراها بيكون ليها تأثير ضخم في نفسه. المهم ازاي الواحد يستفيد من الوقت بتاعه، ازاي يستفيد من الوقت بتاعه. خدوا وقت قديس عظيم زي يوحنا ذهبي الفم، قد ايه كانت كل دقيقة من دقائق حياته بركة، ليس فقط لجيله انما للأجيال التي اتت بعده ايضا. وقت مفيد. وهكذا كل أوقات الآباء الذين تركوا لنا مؤلفات وعظات، زي مثلا تأملات القديس أغسطينوس وأديه لها نفع، كتاب اعترافاته، زي تشبيهات القديس هرماس في كتابه الراعي. في ناس عاشوا وكان الوقت اللي قضوه في حياتهم سبب بركة للعالم كله. خدوا حياة القديس أثناسيوس الرسول، كل دقيقة من دقائقه كانت بركة في الرد على الهرطقة الأريوسية والهرطقات الخاصة بالروح القدس. إنسان كلامه نافع ومفيد. القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قضى وقت جميل يشرح فيه الأمور اللاهوتية لدرجة سموه الناطق بالإلهيات. في أوقات أخرى، أوقات مجيدة كده لها قيمتها ومجدها عند الله، زي مثلا الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى وإيليا على جبل التجلي مع السيد المسيح، أوقات مجيدة. الوقت الذي قضاه يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس ورؤياه العجيبة التي رآها، طب دي منح من ربنا، لكن لما أنت تكون قلبك مستعد وتقول له مستعد يا الله مستعد قلبي،
مستعد يديك هو أوقات زي دي، زي الأوقات، أوقات التأمل، أوقات الصلاة، أوقات التسبيح، أوقات الألحان، أوقات الترتيل، كلها أوقات مقدسة بتكون قاعد فيها مع ربنا. ما أجمل الوقت مثلا الذي قضته مريم أخت مرثا وهي جالسة عند قدمي المسيح، كان وقت جنسه إيه؟ وقت جميل. أو الوقت الذي قضته المرأة الخاطئة وهي تسكب دموعها عند قدمي المسيح، وقت له قيمته. في أوقات بتغير حياه بأكملها، في أوقات تغير الحياه إلى الأفضل، وأوقات تضيع الحياة كلها، تضيع الحياة كلها. زي مثلا وقت اللي فيه ديماس أحب العالم الحاضر وترك بولس الرسول، بينما كان من تلاميذه الأحباء جدا، وذكره في إحدى المرات قبل لوقا، بعدين قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. الوقت اللي يهوذا خان فيه المسيح قضى معه كان أكثر من 3 سنين، ولكن في أسبوع واحد ضيع حياته كلها، أسبوع واحد ضيع في حياته. زي وقت مثلا بنت تستسلم لشهوتها وتنسى نفسها وتضيع، وتلاقي حياتها كلها فقدت من أجل وقت بسيط. الوقت اللي بطرس الرسول أنكر فيه المسيح يمكن كلها لحظات بسيطة، كانت نتيجتها أنه بكى بكاء مرا، وظلت الحكاية دي معاه طول حياته سبب بكى وسبب حزن لآخر حياته. حتى لما جم يصلبوه قال أصلبوني منكس الرأس لأن ما استحقش من أجل النكران اللي نكر. في أوقات الواحد يضيع حياته فيها، يقول يا ريت الساعة دي ما كانت موجودة في حياتي، يا ريت اليوم ده مر عليا ما كنتش موجود فيه. حياته كلها تضيع من أجل اليوم ده. في يوم من الأيام القديس داود النبي، رجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، وقع في شهوة وغلط، قعدت الحكاية دي معاه تتعب ضميره كل حياته، وكان بيقول لربنا يا رب لا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك. يقول له في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. أهو غلطة في يوم، لكن فضل تعبان منها طول أيام حياته. عشان كده بنقول في أيام بتبقى مبروكة على الإنسان، وأوقات بتبقى مبروكة، وفي أوقات الإنسان بيضيعها. في أوقات الإنسان يريد أن يقتلها فتقتله، يقضيها في لهو، في عبث، في ضياع. في أوقات يقضيها في نقاش متعب، في حوار متعب، يخرج من المناقشة دايخ وتعبان ويقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما دخلت. ضيع الوقت وضيع أعصابه. في
في أوقات يقضيها الإنسان في قراءات تدخل له أفكار تتعبه، ويفضل تعبان من الأفكار دي مش عارف يخرج منها أبدا، أو تجيب له شكوك يفضل تعبان منها ويقول يا ريتني ما قريت، يا ريت الوقت ده استغلته في حاجة تاني. في وقت استسلم فيه شمشون الجبار لدليلة وقال لها سره وندره وضاع، أخذت إيه دي؟ دقايق، ساعة، لكن ضاعت حياته فيها لغاية آخر يوم في حياته لما ربنا عاد وأشرق عليه، لكن لحظات ضيعت حياته. سليمان الحكيم في وقت أطاع فيه زوجاته الغريبات اللائي يعبدن آلهة أخرى، وبعدين تيجي المأساة بتاعته في ملوك الأول إصحاح 11، يقول في زمان شيخوخة سليمان نساء أغوته نساؤه وراء آلهة أخرى، فبنى مرتفعات لآلهة وثنية ولم يكن قلبه نقيا أمام الله. في وقت من الأوقات الإنسان يقول كلمة واحدة يقعد ندمان عليها طول حياته ويقول يا ريتني ما قلت الكلمات دي، يغلط فيها غلطة يقعد طول حياته يقول ما عملتش كده. بينما في ناس تانيين تكون بعض الأوقات أوقات مصيرية في حياتهم، تغير مصيره كله، زي الوقت اللي يفكر فيه الإنسان في التكريس، أو الوقت اللي يتقدم فيه لخدمة ربنا، أوقات مصيرية، أو الوقت اللي يخش فيه الرهبنة، أو أوقات مصيرية، سواء مصيره في زواج أو كهنوت أو تكريس أو أي حاجة، مصيرية للأفضل، وفي أوقات مصيرية للأسوأ، زي الوقت اللي مر على اليهود وقالوا فيه عايزين برباس مش المسيح، أهو ضيعوا فيه نفسهم. عايزين الناس اللي تكون حياتهم حياة ثمينة أمام ربنا ومفيدة للناس، الأجيال اللي مش بس اللي عاشوا فيها، اللي تمتد بعدهم، زي مثلا حياة زي حياة الأنبا أنطونيوس، كانت سبب في وجود طقس الرهبنة في العالم كله، زي حياة القديس أثناسيوس اللي حفظ الإيمان السليم للعالم كله، ناس عندهم وقت بيستفيدوا منه. اجلس بينك وبين نفسك وقول كيف أقضي وقتي، كيف أقضي وقتي لمنفعتي ولمنفعة غيري. أهو عندك أجازة صيفية ممكن تضيعها بأي طريقة وممكن تستفيد بيه، ممكن يكون في وقت ضائع في حياتك وممكن إنك تستفيد من كل وقت. أحسن حاجة إنك تبني شخصيتك، تستفيد من الوقت في بناء شخصيتك، في بناء حياتك الروحية، وأيضا في بناء حياتك العقلية وحياتك الثقافية. ممكن عقلك ده تملاه بما يفيد من المعلومات ومن المعرفة النافعة اللي تنفع بيها نفسك واللي تنفع بيها غيرك.
ممكن انك انت تستفيد بالوقت في خدمة الآخرين. هذا الصيف شوف برنامج ليك في خدمة الآخرين. ممكن تستفيد من جهة الحفظ، تحفظ آيات، تحفظ صلوات، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ حاجات كتير، تكون ذخيرة داخلك تنفعك في حياتك. ممكن انك انت تقضي وقتك مع ربنا، تقضي وقتك مع الكتب، تقضي وقتك في التفكير الهادئ، في التأمل، تقضي وقت مع نفسك. في ناس كتير مش لاقيين وقت يقضوه مع انفسهم، عشان كده حياتهم في دوامة ماشية على طول، لم يجلسوا ليراجعوا انفسهم، ولم يجلسوا ليحاسبوا انفسهم او ليوضعوا لانفسهم خطة روحية يمشوا بيها في حياتهم. استفيدوا من وقت الصيف، وايضا شوفوا الوقت بتاع اولادكم ازاي يستفيدوا منه، او تلاميذكم في مدارس الاحد ازاي يستفيدوا بخطة نشاط صيفي مفيد ليكم ومفيد لهؤلاء الأولاد. فتفضلوا صدق. الفستان الأبيض اهتمام كل بنت يوم فرحة، ودايما معروف عنه إنه فستان الملكة. وعشان أنت ملكة، الفستان بتاعك لازم يكون من أحدث الموديلات. خدمة أتحبوني قررت إنها تشاركك فرحك، وفستان فرحك والفساتين اللي تخص عيلتك هتبقى هدية. ومش بس كده، بدلة العريس برضو هدية. يلا ما تضيعيش وقت، وكل اللي عليكي انك تختاري فستانك بنفسك. للحجز والاستعلام اتصل على